والآن اسمحوا لي أن أدعو الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بالضيوف هذا الملتقى الإعلامي الثالث، ضيوف هذه المدينة الإماراتية دبي المتميزة التي تقع في قلب الحداثة والتي عودتنا دائماً على كل ما هو مبتكر وعصري وجديد في شتى المجالات، وكل ذلك بفضل الله تعالى ثم قيادة الوطن الحكيمة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. الأخوة والأخوات، إننا نشهد اليوم مرحلة إعلامية جديدة بدأت تتوضح معالمها، حيث ترتبط التقنية بالعنصر البشري لتوليد إعلام يتجاوز الأنماط التقليدية للإعلام، من كونه راصد للحدث إلى مشارك ولاعب رئيسي. التقنية والعنصر البشري يعملان في عالم افتراضي، لكن من يملك عالم الخيال يملك عالم الواقع ويستطيع السيطرة عليه. هنا أتذكر مقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن تحقيق الازدهار يتطلب تحرير الإعلام من القيود لينطلق بحرية وإبداع. فلا قيمة لفكرة إن بقيت في العقل، هذا من جهة، كما أنه ليس كل فكرة جديرة بالمشاركة من جهة أخرى. السيدات والسادة، لقد أوجدت ثورة الاتصالات إعلاماً جديداً أطلق عليه الإعلام البديل، وأنا أميل إلى تسميته بإعلام الجيل، وذلك لكون الناشطين فيه هم من جيل الشباب والمستهدفين أيضاً هم من جيل الشباب. خلال العقدين الماضيين من ثورة الاتصالات لا يمكن إحصاء عدد الوسائل الإعلامية المرئية المقروءة والمسموعة، ولكن إن قارنا ذلك مع ما يجري اليوم فيوجد قرابة 7 مليار بني آدم يمكنهم الحصول على وسائل تقنية تمكنهم أنهم يصبحون كمؤسسات منفردة، وهذا ما في شك أنه يخلق تحدي ويخلق فرصة للإبداع. فال7 مليار ما في شك أن فيهم الدكتور، فيهم الأب، فيهم الأم، فيهم الأخ، فيهم الأخت. نحمل كلنا من شرائح في العالم وفي المجتمع أمانة، الأمانة اللي كانت مناطة فقط في وقت من الأوقات إلى المؤسسات الإعلامية، اليوم هي مناطة ابنا جميعاً، لأننا نتحمل مسؤولية إيصال الفكرة، إيصال المعلومة. الأمانة مشتركة بين المجتمع اليوم، وهو ما ننقله ونبثه إلى عقول البشرية. السؤال الذي أود طرحه هنا هو أين نحن كمجتمع دولي من هذا المشهد العام، وأين يقف إعلامنا الوطني؟ تخبرنا الأرقام على سبيل المثال أن عدد الذين تابعوا وشاركوا بعض الهاشتاغات أو الأوسمة الإماراتية حول العالم والمتعلقة بالبطولات الإماراتية كهاشتاغ استشهاد جنود الإمارات البواسل، حيث بلغ قرابة 400 مليون مشاركة
وهو رقم يفوق عدد المتابعين لبعض الفضائيات والمؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم. اليوم نحن فخورين بمؤسساتنا الإعلامية. لقد استطاعت وسائل الإعلام المحلية عند تغطيتها لوقاع تشييع شهداء قواتنا المسلحة وأبنائنا وأخواننا وآبائنا البواصل أن تنقل واقع وحقيقة البطولية التي ظهرت للعيان. فقد تحلى ذو الشهداء الأبطال بأعلى درجات الحس الوطني والانتماء، كما أظهر الجرحى والمصابين أسمى آيات الشجاعة والولاء. الأخوة الأفاضل، إننا في دولة الإمارات أسرة واحدة متكاتفة، ونسعى دوما أن يكون إعلامنا المجتمعي كذلك. المواطنة الإيجابية إعلام صادق وشفافية وإيجابية، هذا هو المشهد على المستوى المجتمعي. أما على الصعيد الحكومي فقد تمكنت حكومة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من تغيير العرف الإعلامي السائد حول دور الإعلام، من كونه إعلام موجهاً من طرف لآخر إلى إعلام تفاعلي حر بين الشعب والقائد. فالفرق كبير بين من يتحدث إلى الناس أو يتحدث بالحوار وبالنقاش مع الناس. الأخوة والأخوات، إن قواتنا المسلحة تخوض حرباً ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وتتقدم بخطى ثابتة في الدفاع عن استقرار المنطقة وشعوبها في العيش بكرامة والمحافظة في الوقت نفسه على مكتسبات الوطن الحضارية والمدنية وانفتاح والحرية وحرية الرأي. اليوم وكل منا في موقعه نسعى لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ونسعى لمواكبة تلك الجهود التي يبذلها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة، وعلى كل فرد منا جميعا أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه الوطن والمجتمع بما يبثه من مشاركة على الشبكة العنكبوتية. فالأعداء كثر لمن يتقن النجاح، ما في شك. اليوم نحن في دولة الإمارات نعيش في هذه الكرة الأرضية الجميلة اللي نحاول بقيادة سيدي سمو الشيخ خليفة تجميلها وسعي لتنميتها، ولكن ما في شك لكل نجاح أعداء مثل ما ذكرنا. اليمن جزء منا ونحن جزء منه، ليس فقط جغرافيا بل الأصل والتاريخ والدين. بعض المغرضين يدعون أننا يوجد لنا مطامع في اليمن، نرد عليهم بأننا نحن مع الأجندة الوطنية لليمن، نحن مع الشرعية التي نادت بها الأمم المتحدة والشرعية العالمية. فصل الربيع كلنا نتشوق له وكلنا نحبه، وأنا أؤكد للجميع في دولة الإمارات نحن نعيش فصل الربيع من 1971. وإلى المستقبل راح يستمر فصل الربيع بمفهومه الحقيقي،
ما هو فصل الربيع؟ نعرفه كلنا، ونعرف فصل الصيف، ونعرف الشتاء، ونعرف الخريف. الربيع هو الرائحة الطيبة، الازدهار، الطمأنينة، وما شابه من الأوصاف. فلا تخدعنا يا عدو الله وعدو البشرية، وتقول لنا أن الدمار والتشرد والتفجير والإرهاب هو الربيع. واللي يعتقد أن الشعب العربي غير مدرك للسياسات في هذا الاتجاه، فأقول له أنك أنت متأخر في فكرك عن العرب وعن الشرق الأوسط. الربيع قديم، الآباء عاشوه. سيدي الشيخ خليفة الله يحفظه، حفظكم جميع، الشيخ محمد، كل يوم نسمع مصطلح. أنا أؤكد لكم يا أخوان، المصطلحات هذه ليست شعارات، هي تحديات على كل موظف حكومي. إسعاد الوطن نسمعها، مبادرة السعادة، عونك، إسعاد الناس، إسعاد البشرية، مؤشرات قياس السعادة، لن ننساك. مصطلحات يعني بياخذ وقت طويل في إعدادها، ولكن بذكركم بنقطة. الشيخ محمد وعد الوزراء من أي وزير أو موظف حكومي كبير لم يحقق أجندته أو سياسته بيسوي له حفلة. نعم، والحفلة هذه يعني عكس مفهومها الله يحفظه، حفلة وداع. فنعم، نعيش الربيع العربي والإماراتي والخليجي في دولة الإمارات بمفهومها الصحيح. نتعلم دروس يا أخوان دائما، من الصواب ومن الخطأ الإنسان يتعلم. فالطبيب المبدع كلنا نتعلم منه ويصبح هو مرجع، والطبيب الفاشل الذي خسر رخصته الطبية لا يمكن أن نسمع رأيه في إدارة مشاريع هندسية، فلا يطلع علينا شخص فاشل سياسيا ويعطينا مفاهيم القيادة العسكرية. فنتعلم من الفشل ونتعلم من النجاح. الأخوة والأخوات، اسمحوا لي أن أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن ثقتي التامة وتفاؤلي الكبير بأننا نسير في الطريق الصحيح نحو عقود طويلة من التقدم والازدهار بفضل القيادة لا تعرف إلا النصر والفلاح، والأرض الطيبة الخير فيها أصيل وسلاحها التقدم، والجيش الإماراتي القوي إن كافح تشرف به الكفاح. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتمنى لهذا المنتدى التوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المرجوة منه والخروج بأفكار سديدة. شكرا جزيلا.